اللي نطلبه هو تكافؤ الفرص في التعبير ويكون مسموع. على خاطر إذا تتحد الأصوات من أجل قضية مشتركة نجمو نصنع التاريخ. إذا ما نجحناش مع بعضنا الكل يد واحدة ما تنجم حتى واحدة فينا تنجح وحدها. أكثر من قرن نساء طلبت بالمساواة، عدينا شوط كبير. الوضع الحالي مازال يحتاج لمساواة حقيقية. إن شاء الله كل عام نكون بلاد توزيع برا المستقبل.